طالب عدد من أعضاء كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية وزيرة التربية موضي الحمود اتخاذ إجراءات رادعة بحق مديرة مدرسة ثانوية بنت الأسود للإناث في سلوى، على خلفية استضافتها لرجل دين تحدث عن أمور غير جائز أو لائق التحدث فيها. المفترض كان أن يكون إحالة إلى الشؤون القانونية بالوزارة وليس إلى المنطقة التعليمية، لأن الآن المشكلة داخل المنطقة التعليمية، فأطالب الوزيرة بإحالة موضوع الخاص في منطقة سلوى ثانوية البنات إلى الشؤون القانونية، وأمل على الشؤون القانونية أن يدرسون سواء موقف المدرسة أو منطقة التعليمية أو حتى اللوائح اللي تجيز مثل هذا الأمر، ينبغي أن تنسف ويعاد صياغتها من جديد. المشكلة لن تمر مرور الكرام، وقد يستعجل باستجواب الوزيرة إذا لم تتخذ إجراء سريع وفوري بحق هذه المديرة وبحق كل من تعاون وسمح لهذا الشخص الشاذ بالدخول على بنات الكويت. سنحمل الوزيرة المسؤولية الكاملة، ونطالب الوزيرة باتخاذ عقوبة واضحة من خلال فصل هذه المديرة من العمل عقوبة لها واتخاذ إجراءات شديدة.